في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية افتتحت بطولة الأمير الدولية السنوية الكبرى بنسختها السابعة وسط مشاركة 39 دولة يمثلهم أكثر من 320 رامي ورامية. حفل الافتتاح كان معبرا كعادته وسط حضور غفير من ضيوف البطولة. اليوم سعيد جدا بتواجد أكثر من 39 دولة مشاركة أبطال عالميين و يعني أمانة شعوري أنا كشخص أو كمواطن قبل أن أكون مسؤول أنا بدأت الرياضة تتنفس. بالأمس كان هناك كأس الخليج واليوم هذه البطولة العالمية. بلا شك أشكر جميع الجهود الذي نظمت هذا الحدث الكبير، مشاركة عدد كبير من الدول 39 دولة، أغلب المصنفين العالميين موجودين، فبلا شك أن هذا مجهود كبير يشكر على الاتحاد. لوحات فلكلورية أصيلة تحمل قصة نجاح لنادي الرماية الكويتي والذي يعد نبراسا حقيقيا للإنجازات القارية والعالمية مع رماته. وما هذا التجمع الكبير إلا ثقة الدول بقدرة الكويت تنظيميا وتنافسيا. نتقدم لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالشكر والتقدير لدعمه الأبوي الكريم للرياضيين في بلدنا الكويت ولرياضة الرماية بصفة خاصة، وتنظيم بطولة سنوية تحمل اسمه الكريم يتطلع الرماة في كافة أنحاء العالم للمشاركة فيها. احنا سعيدين بالتواجد الكبير وإن شاء الله تكون بطولة مثل سابقاتها، بطولة ناجحة ويكون منها فائدة لجميع المشاركين. إذن بطولة الجائزة الكبرى تعود للواجهة مجددا وبمشاركة فعالة من مختلف دول العالم بانتظار حضور قوي لرماتنا مع انطلاق المنافسات.